الامتحان كان ساهل، مش شي حاجه اللي هيبر صعيبه ولا شي حاجه، عادي داز مزيان. داكشي اللي بريباريناه هو اللي كان، داكشي اللي شحال اللي وجدناه هو اللي شحط. ما كاينش شي حطوا شي حوايج اللي حدا ما غتلقى كل شي، ما تلقى فيه شي حاجه اللي زايده صعيبه، ماشي ما يمكنش يحطوا لك كل شيء نفس داكشي اللي كاين. وصافي هذاك الشيء اللي خدمناه هو اللي داكشي اللي وجدناه هو اللي درناه. وكذوك الاسئله الصعبه كيخصهم شويه ديال الذكاء، شويه ديال تخدم العلاقات. كي كاين بحال كاينين شي وحدين كيقول لك استنتج مما سابق واش لعيب، ترجع للعلاقات اللي كاينين في وسط العمليه تجبدهم وتحط تقاد بهم لعيب. صافي هذا الشيء اللي كاين. ما كانش باش كانت المعامله مع الاساس؟ المعامله مزيان، كيضحكوا معانا عادي، كيدوا معانا، ولكن ما كايناش النقله. واخا تبغي تعطي شي واحد راه كيحيدوا لك الورقه، ولكن ما كيقول لك والو، راه كيحيدوا لك الورقه ديال النقله وصافي. يعني حسيت براسك مزيان؟ لا حسيت براسي مزيان. المينيموم ديك 13 بحال ما هكا. الا هبطت كاع. النقطه اللي معول عليها ديك 16. كلك ناجح امين ان شاء الله. كان امتحان مزيان، بنادم ما حافظ والو جاي كيقول لك زيرونه، حفظ غادي تنجح من الاخر. يعني كيفاش كانت المعامله مع الاساسيين؟ كانت المعامله مزيانه اصلا، الا ما كانش عندك لا نقله لا والو ما غاديش يدوز معاك. والحمد لله لا دوزنا امتحان مزيان الحمد لله. هاي في هذه المدرسه هذه اللي سميت ثانوي التاهيلي محمد السادس. خويا الصراحه امتحان الفيزيك دوزنا ناضي مرشاح، هو هذاك اللي خدم غايجي مزيان، اللي ما خدمش ما غايجيش مزيان. واحد الدري سميتو مهدي كان كيراجع معايا ديما، الله يرحم لي الوالدين من هذا المنبر. اخويا ان شاء الله كاملين غننجحوا، واللي خدم غينجح واللي ما خدمش والله لا نجح. اخويا كيفاش كانت المعامله مع الاساس؟ خويا المعامله ديال الاساس كيديروا خدمتهم اخويا، كاينين شي واحدين كرابيش، كاينين شي واحد ولكن الاغلبيه اخويا جيعان كرابا اخويا، تليفون يضربك برابور. تا وخا نكونوا في ندوز راه مدرسه محمد السادس، راه من السميه اخويا اش بان لك اصاحبي؟ اش شفت اخويا حرقتنا في هذا الفيزيك اخويا الزين؟ يعني راجعت رغم العين يعني. كيفاش ما راجعنا اخويا؟ تعلم تكافينا تبع بول فاف اصاحبي، قالنا نراجعوا اصاحبي. هذاك الشيء نضرب، وتخيل كتضرب شقط مالك يقول لك الوالد تولى نستك الرابع تمشي تحفظ عشيري. انا خويا انا عندي 10 خاص ما غيمشي لحال هذا زيرو ديال الماتش. والله غيمشي لحال. جيت ندوز الدولية التليفون قال لك سير تصوني الساعة وخرجوني ما خلونيش تكمل. طلع لي ندوز الرابعة. طلع لي ندوز الرابعة. ما كملتوش. اش غندير دابا؟ اسمع كيفاش شفنا فيهم عطاونا تليفون يمشي بحال هكا، ما بقيت لا باغي نمشي لحال. دير مراجع. دير معايا حتى شي حاجة اخويا. يعني جا وخرجوك. قال لك سير خرج تتصوني وجي دي تليفون. شهرك شهر مشنشط كيصاحبونا حنا جايين من العالم الاخر. صلي بالنهار وقول لي شو اللحية قدام الشو. دوزنا اخوي فيزيك كان شويه صعيب. سميتو ما حطوش لنا بحال كنا معولين على بحال ديال العاديه، حطونا مختلف شويه وكان مشنشط على ديال العاديه صراحه بالنسبه لي انا بلاتي. حطوا لنا صعيب شويه على العاديه وسميتو وراك عارف السدره كي ما كيتجمعوش فيها بحال العاديه، كيكونوا فيها القرايه تقدر تنقل مع ود قاسم هكذا. السدره كي تكون فيها بحالك انت وخوتك انت وما مساك انت ما باغينا النقله هو الشيء اللي كاين. يعني كيفاش كانت المعامله؟ السيده عادي حاضينك عادي بحال اي استاذ، ما كاينش ما فهمتش ما كيخلعوكش كيخلوك على خاطر الشيء اللي كاين. ما درتش التمرين الاخر بعدا كاع ما وصلت ليه، والتمرين اللي قبل منه حتى واحد بعد الميكانيك حتى واحد ما وصل ليه، والتمرين الاسئله الاخرين كندير سؤال 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 كنقص السؤال الاخر. ما فرقعتش اخويا ما اخويا. وهذا الاجواء شويه مزيره، الفيزيك حطوا لنا شويه في الخدمه بزاف، الكيمياء شويه نقول لك حتى هو حطوا شويه مسنسط، فيزيك شويه والامور دازت مزيان من ناحيه الاساسيين. زيرونا شويه ما داروش بالك ما تقوش يدك. حداونا اساسي وحداونا اساسي شويه مزيرين ما كاينش اساسي. تاع المنصور تاع المنصور تاع المنصور شويه بنادم مع العيد فك عارف بنادم قاعد على الحل. ما ننسى رخا اللحم رخا كل شيء داز مهم الحمد لله. طلبوا الله يدوز في العشيه داك الشيء مزيان مضبوط لونجلي الماتش داك الشيء داز امور مزيانه. وتحيه إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma